مشاكلك مع أول راجل في حياتك تخلي صورة الراجل خربانة. أول راجل تقصدي والدي؟ والدك يعني. مين اللي صلح صورة الراجل في عينيكي؟ بصي ما تقدريش زي بالظبط ما تشوفي واحدة ست وحشة أو طريقتها، مش كل الستات وحشين ولا كل الرجالة وحشين. قدرتي تعي يعني الدرس ده بدري؟ قدرت. في راجل ظلمتيه شيلتيه شلتك؟ شيلته شلتي؟ لا ظلمته. مين هو؟ مش هقول. لا ظلمته واعتذرت له ان انا ظلمته. سامحك؟ الحمد لله. بيع الجمل يا علي فاكراها؟ طبعا، عشان دي كنت بغنيها في غنيتها في الاذاعه عشان كنت بحب اياميها واحد اسمه علي. غنيتيها لعلي يعني؟ هقولها لك. بيع الجمل يا علي واشتري مهر إلي، كرم يلوح واستوى والعنب طاب وحلي. بيع الجمل يا علي. علي لسه موجود؟ ايوه، بقينا انتيم انا وهو. لسه لغايه دلوقتي طبعا، ومن اغلى الناس في حياتي. يعني علاقات يسرى العاطفيه القديمه بتكمل، بتفضلوا اصحاب؟ اصحابي جدا جدا جدا. خالد ما بيغيرش؟ لا، عشان عارف ان هو حبي الكبير والوحيد. فما بي لا خالد جامد. صدفة ولا مقصودة إن معظم أبطال قصصك العاطفية مش من الوسط؟ أصل إحنا عيلة كبيرة وعيلة جامدة، الوسط الفني، ويا نحب بعض قوي يا ما نحبش بعض خالص. يعني ممكن في ناس ما نحبهاش وما تحبنيش، لكن وده طبيعي على فكرة. بتبقوا عارفين إنكم مش حابين بعض؟ عارفين مش حابين بعض طبعاً، كل حاجة بتبين إن إحنا مش بنحب بعض. أو أنت مثلاً في الشغلانه بتاعتي متضايقه مني، بيبان انك انت كرهاني مهما عملتي. فيعني قولي لذكي هيفهم. ما كنتيش عايزه تتجوزي ممثل؟ ما خطرش على بالي. انا كان اهم حاجه عندي لازم احب قوي اللي قدامي عشان اعرف استحمل كل الظروف. هل في راجل ظهر في حياتك في يوم من الايام في الوقت الغلط وزعلتي عليه؟ زمان. ينفع تتحكي من غير اسم الحكاية؟ لا، مش من حق. رشدي أباظة كان من الناس اللي عايزة تتجوز يسرى؟ هو حد يرفض رشدي أباظة؟ ما ده ما فيش زي رشدي أباظة في الدنيا. اتقدم لك؟ لا بالعكس، هو بس إيه، هو كان في خاتم جايبهولي ألماس وعمري ما أخدته. فآخر مرة شفته في حياتي كان تعب، كان عيان، فكان لابس الفص وما لقيتش الفص، فقال لي انا جاي لك عشان اديك الخاتم اللي انا كنت شاريه لك. فقلت له رودي مش موجود الخاتم في ايدك، الفص وقع. قال لي ايه؟ ساعتها عرفت انه ده اخر مره هشوفه. كان ساين بالنسبه لك يعني؟ اشاره؟ كان ساين، كان احساس. وهقول لك، دورت على الفص، كنا عند الله يرحمه أستاذ جورج نسيم في المحل بتاعه. قلت له رودي أنا مش لاقي الفص، بس اتقبضت بشكل ما تتصوريش، وكانت آخر مرة أشوف. فضل قاعد يبص لي وقال له لو أنا جيت ولقيتها مشيت حدشدش المكان ده، هو البت دي وحشاني. لا، رشدي كان جميل، جميل. كان بيحبك؟ وأنا كنت بحبه قوي 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 قوي. كم مرة اتجوزتي؟ مرتين. رغم ده ما لبستيش فستان فرح ولا عملتي فرح، عرفتي تفرحي؟ شوفي وانا صغيره في الفصل كنت دايما ارسم فستان فرحي وطرحتي، دايما طول ما انا قاعده بحب ارسم فستان فرحي وطرحتي. كانوا حلو؟ اللي عمري ما لبستهم. ما لبستيش ليه؟ ما كانش ينفع. ليه؟ معرفش، هي ظروف الجوازة كده ما كانش. حتى لو بتجوز أنا لوحدي من غير حد ممكن ألبس فستان الفرح؟ complicated كده،
حدوته كده معقده في السن فرح. طب وبعدين؟ طب واصحابك؟ طب ومش عارفه ايه؟ طب لا، في افراح كده، في فرح جواني باللحظه نفسها، بلحظه الجواز نفسها. يعني جوازتي من خالد كانت فرح، بس فرح داخلي من جوه، فرح حقيقي ما فيهوش رتوش. ما فكرتيش ولا مره تلبسي الفستان وتتصوري معاه؟ ابدا، لا انا ولا هو على فكره. يعني احنا بقينا، يعني خدي بالك، احنا كنا صغيرين مع بعض، اصحاب قوي، افترقنا بتاع 20 سنه وزياده، لان هو سافر وانا ما شفتوش. وبعدين لما حبينا بعض كان هو اتجوز وطلق، وكنت انا اتجوزت واتطلقت. فيعني كان ايه، كان في ماتيوريتي من نوع خاص. لبسك فساتين الافراح في افلامك كتير عوضك عن أبداً عن برضه الصورة اللي كان نفسك تشوفي نفسك فيها؟ لا، عوضك لا. استغربت حاجة، يعني الأمومة كانت حلم كبير بالنسبة لك، صح؟ اتنزلتي عن حلمك عشان خالد مش عايز أطفال. صوري إن أنا اقتنعت باللي قالهولي ساعتها. لا، وقتها أول ما اتجوزنا لا، كان نفسي أخلف جدا، وأنا قلت يبقى هو ما بيحبنيش كفاية لو هو مش عايز يخلف مني. بس اتضح انه العكس صحيح. ليه ما كانش عايز اطفال؟ هو بيقول لي احنا بزمن صعب، والولاد وحياتهم، انا مش هيبقى عندي، احنا عرفنا بعض واحنا ماتيورد كفايه، لا احنا محتاجين، كنا نعرف بعض من زمان ونتجوز من زمان عشان نخلف ويكبروا في رجلينا، دلوقتي لا. يعني كان لازم نخلف واحنا صغيرين مش بعد ما كبرنا. ده حاجة. وقدرة تحملنا تختلف. وانتي صغيرة بتعرفي تربي وتعيشي وتشيلي عيل واتنين وتقعد. النهاردة لا، مالكيش خلق. بصي للأمانة، أنا النهاردة بقول الحمد لله أنا ما خلفتش. ليه؟ مش عايزة أتوجع في ولادي. بمعنى؟ ممكن يروحوا مني، يحصل حاجة مش هقدر استحملها خالص. يمكن ما ربنا بيديكي على قد تحملك. يمكن زمان انا كنت فاكره ان انا شجيع السيما، يعني ينفع يعني، لكن لا، يعني بشوف حاجات قدامي بيبقى صعب قوي 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 تحمل. مين بنت يسرى؟ لا ده انا عندي بنات بقى صحباتي كتير قد كده، وما اقولكيش بحبهم ازاي، وما اقولكيش قريبين مني ازاي، وما اقدرش احكيلك بخاف ازاي عليهم، حته من قلبي. وبعملهم قبل ما اكون بعملهم من منطلق ان انا صاحبه امهم، انا صاحبتهم، بس عندي التجارب اللي لازم يقدروا كلمتي ليهم ويسمعوها. وكتير منهم اللي ما يعرفوش يقولوا لوالدتهم يجوا يقولوا لي واقدر اتكلم معاهم. ماما يسرى بتعرف تحتوي كويس قوي قوي. الدكاتره كانوا شاكين ان عندك بعد الشر والعياذ بالله لوكيميا، سرطان الدم. ده الكلام ده من زمان قوي يا جماعه، عشان الناس لسه فاكره ان ده حصل مؤخرا. الكلام ده فوق ال 25 سنه كانوا شاكين ان عندي لوكيميا، ولله الحمد مفيش حاجه. بس لما بيحصل لك حاجه كده، او بيحصل لاي بني ادم، بيعيد حساباته في كل شيء. ده هو سؤالي، عدتي حساباتك في ايه؟ كل حاجه. يعني بعد الشر لما الواحد يحس ان هو هيسيب الدنيا، اكيد في حاجه بتتغير فيه. كله بيتغير، بمعنى انك انت بتحاسبي نفسك في حاجات كتير. يا ترى وفاء انا كنت معاها كويسه قوي، ولا كنت نص نص، ولا مش عارفه ايه؟ الضمير بيصحى بزياده. ضميرك بيصحى، ده من ناحيه. بتشوفي واجباتك تجاه الاخرين اللي لازم تعمليها للآخرين عشان ما يتبهدلوش بعديكي. بتفكري أعمل إيه؟ علاقتي إيه بفلان، بعلان، بالقريبين، بالبعاد، قصرت مع مين؟ دوامة التفكير بتجيلك لا تتخيليها. المهم إنك تقدري إنك تقهري اللحظة دي، وإنك تعرفي تكوني ضميرك مرتاح. أنا زي أي حد، زي أي بشر، حقي أزعل منك لو أنا اتصدمت فيكي. بتتصدمي في الناس كتير؟ طبعاً بتتصدمي على طول. أوبرا وينفري بتقول في سيرتها الذاتية اللي كتبتها، كل الناس نفسها تركب الليموزين معاكي، بس أنتي محتاجة حد لو الليموزين اتعطل يبقى مستعد برضو يركب الباص معاكي. طبعاً. الناس اللي حواليكي
بتختاريهم على الفرازة ولا بتقعي في فخ الخداع والكذب؟ بتقعي فخ الخداع في فترات من حياتك، ولما بتفوقي بتكتشفي أكتر المخلصين اللي حواليك. طلعوا كتار؟ لا مش كتار، بس ممكن حد يأذيكي لأنه كان قريب، فأنت ما تعرفيش لما أنت اكتشفتيه على حقيقته هو ممكن يقول عليكي إيه للآخر اللي هو أنت ما تعرفيهوش. فمش هتمشي تدافعي عن نفسك مع الصغير والكبير. بتعملي إيه في الموقف اللي زي يعني اللي عايز يصدق عليك يصدق، تعملي له إيه؟ اللي عايز يقول إنك أنت وحشة هيقول إنك أنت وحشة حتى لو أنت كويسة قوي معاه. فأنت مش هتغيري البني أدمين، بس أنت هتعرفي إزاي توقفي كل واحد عند حده. بتواجهي بتوقفي عند حد؟ أنا بوقف، أنا بواجه. لا أنت عملتي معايا واحد اتنين تلاتة وأنا ما كنتش متوقعة منك كده. عرفتك بقى على حقيقتك وعرفت أنت كنت كذابة معايا قد إيه، قبلتك على كده، قبلتك ما قبلتكيش ما تحاسبنيش، أنت اللي غلطت. تقدري تقبلي على كده؟ ليه؟ تقبلي ليه؟ مش مضطر. مش مضطر حبيبتي. قولي لي 5 أسماء أثروا في حياتك بالإيجاب أو بالسلب. أول اسم أمي، إيجاب وإيجاب وإيجاب من هنا لبكرة. هتكتبي جنب اسمها إيه في سيرتك الذاتية؟ أمي؟ دايماً أقول لها يا حبيبة الغالية. تاني اسم؟ خالد. هتكتبي جنبه إيه؟ حبيبي وحبيب عمري وصديقي وإنت أنضف حاجة في الدنيا وربنا هديني بيك. تالت اسم؟ تالت اسم ماما سلوى، خالتي، أخت أمي. ماما سلوى ما كنتش أقدر أقولها خالتي، كنت لازم أقولها ماما سلوى، وإلا ألاقي الشبشب طاير في وشي. دي ربتني وخفت عليا، وأنا أصلي كنت بكرية العيلة، فأنا كنت بين إن أنا متدلعي بس برضو جامدين. هتكتبي جنبها إيه؟ جنب اسمها إيه؟ أطيب قلب في الدنيا. رابع اسم؟ مولي. مولي دي خالتي التالتة. بس إيه؟ كانت شربطات، كنت أروح أقول لها كل حياتي وأرجع بالليل من أي سهر أقول لها أصلي عملت وسويت وبتاع صاحبتي. ومولي هي كانت اللي عشت عندها 7 سنين لما سبت بيت أبوي. فصانتني. دي اسمها مولي الحنينة. آخر اسم؟ عشان آخر اسم لازم أفكر فيه كويس. صالح سليم. حماكي. حماية. أنت كنت رمز في حياة مصر وفي حياتنا كلها. بس أنت كنت رمز مهم قوي لينا إحنا في حياتنا كمان، صرف النظر أن أنا كنت مرات ابنه أو ما كنتش مرات ابنه، هو رمز للاحترام والحق والنظافة، ما بيعرفش يكذب ولا بيعرف يجامل قطر. وخالد طلع له قوي. الخمسة اخترتيهم من الدايرة الأولى. الدايرة التانية كنت عايزة أعرف يمكن حد حتى في مسيرتك المهنية يعني اسم طيب. اسم مش من العيلة. عادل إمام ويوسف شاهين وعلي بدرخان وإناس الدغيدي. لا مسيرتي فيها ناس عظيمة جدا، ووحيد حامد وشريف عرفة. بالبنت العريض قوليلي اسم شخص أصدرتي عليه حكم وطلع بريء ونفسك تعتذري له دلوقتي. حبيبي بالبنت العريض مشتريك أنا يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين؟ أصل أنا بخلص أول بول، يعني أنا في حياتي اتعودت هغلط فيكي. لو اكتشفت إن أنا ما كنتش صح أنا اللي حاجة أقولك أنا غلطت عملت كذا، فأنا بخلص أول بول. يعني مفيش حد تعتذري له النهاردة؟ لو ظلمت intentionally أو بنية مع سبق الإصرار أو مع سبق الإصرار أنا أسفة، بس بجد بجد أنا صعب أعمل كده. زمان لما كنت بتتضايقي كنت بتطلعي الهرم تصرخي. ياه كانت حلوه قوي. دلوقتي بتعملي ما بعملش كده، بكتم.
ودي أصعب حاجة في الدنيا. بكتم جامد جدا جدا. أنت مرتاحة؟ أوي. قبل الطبع سيرتك تعنونيها بإيه؟ السيرة. يعني أنت عايزة تايتل؟ طب ما تفكري معايا. أنا بالنسبة لي يسرى. يسرى. سيرة يسرى حلقة النهاردة موجودة DVD جوه ليكي، على بال ما نفرغها ونكتب لك سيرتك في كتاب. بس حلوة قوي. أنا اخترت صورتك في شخصيتك من مسلسل فوق مستوى الشبهات. أنت طبعاً هتقولي لي دلوقتي ده درافت، فهتقولي لي على الكتاب بتاعك الأصلي عايزة صورة إيه؟ أنا دي عجباني قوي، بحبها موت بجد قوي. دي من أحب الصور ليا، لأن اللوك ده كله بالطريقة دي أنا اللي كنت عاملاه علشان فوق مستوى الشبهات. اتفضلي. ميرسي. معلش مربطني بالمايك فمش قادرة. ده حلوة حلاوة. ميرسي خالص. وبحب المسلسل ده قوي قوي، لأنه انت طبعا شفتيه ولا ما شفتيه؟ طبعا شفتي. انت شفتي الشخصيه دي عامله ازاي والشخصيه المرضيه دي عامله ازاي؟ هي دي اللي ممكن تقابليها في حياتك وتتخمي فيها. الشخصيه السايكو اللي تصدقيها صح، وفي الاخر تطلع مش ده اللي انت كنت متصوره فيه. في حاجه نفسك تضيفيها على سيرتك؟ عايزه اقول ايه؟ يا رب الناس ما تحكمش على الناس باللي بيسمعوه وبالمظاهر، ويحكموا على الناس بالطريق اللي مشوا فيه. يعني يشوفوا الشواهد الحلوة ويحاولوا يدوا للناس كريديبيليتي، بدل ما هم يعني في ناس بتحب تشوه ناس بسرعة من غير ما تفكر. يا سمعت آخر خبر عن فلانة تت 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 تت. لا سيبوا الناس في حالها، كل واحد يعيش حياته. بلاش تعيش حياتي. سيبوا الناس في حالها. الناس مش محتاجين ابدا ان احنا نشوه بعض ابدا. احنا محتاجين نستر على بعض. نورتيني يا يسرى. ميرسي. نورتيني حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، كنتي وحشاني جدا. وانت كمان. ميرسي. السيره قرار واختيار، واوقات غصب عندنا اجبار. السيره هي فاتورتك اللي هتدفعها، وشلتك اللي محدش هيشيلها غيرك. سرتك على كل لسان، خلي بالك يا إنسان. تحية مني وفاء الكيلاني، تصبحوا على خير.